تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأكاديمية العسكرية المصرية. يرافقه الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة. وقد قام الفريق أشرف زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية بتقديم عرض للسيد الرئيس عن الأنشطة الجارية بالأكاديمية، حيث تفقد السيد الرئيس اصطفاف طلبة الأكاديمية ومتابعة أنشطتهم التدريبية والتعليمية، وأثنى سيادته على انضباط الطلبة وحرصهم على تطوير مهاراتهم وبذل قصارى جهدهم في إطار المنظومة التعليمية بالأكاديمية، بما ينعكس بشكل إيجابي على أدائهم. كما شهد السيد الرئيس جانبا من اختبارات الالتحاق بعدد من الوظائف في الوزارات وجهات الدولة التي تتم بالتعاون والشراكة مع الأكاديمية العسكرية المصرية، بهدف إعداد وانتقاء أفضل الكوادر للعمل بالجهاز الإداري للدولة. وقد أكد السيد الرئيس في هذا الصدد على التعاون والشراكة بين جميع الأجهزة المعنية لتوفير التدريب المتكامل والمناسب وفقا لأعلى المعايير العلمية والفنية لانتقاء المتقدمين للوظائف العامة، مشيرا إلى ضرورة تكثيف الجهود الرامية لإعداد أجيال وكوادر عالية الكفاءة، بما يحقق طفرة ملموسة في أداء الجهاز الإداري للدولة وفي مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.